تمام كده ماشي كده. عندي تو شيدرز لافقين ماشي كله تمام نظريا المفروض يعني لما احنا كومبايل الشيدر دي تشتغل، بس هي مش هتشتغل كده، مش هتشتغل لوحدها يعني كومبايل كده مش هي حاجة. خلينا كده نديفاين يعني برايفت فيريبل مثلا فوق هنسميه بروجرام، ده يكون بروجرام اوبجكت. هنعمل تو اوبجكتس، واحد للبروجرام وواحد للشيدر، ده كله متفقين. وهنلينك الشيدر اوبجكت بالبروجرام اوبجكت والكومبايل المفروض ان هو يطلع حاجه. طيب خلينا كده خلاص مش زي جافا مثلا عايز تو بايت فريم ما مش اي دعوه بيها. طب حد فاهم الجي ال يو ام تي؟ جي ال يعني كل التايبس العاديه انت والسترنج والفلوت ومش عارف ايه بتبقى في اوبن جي ال، لاوبن جي ال تايبس تبقى كلها بريفكسد جي ال ماشي. طيب يو انت انسايند انتجر يعني انت ملوش اي ولا هو موجب ولا هو سالب ما بتعرفش تمام. لا عملتها جي ال انت ماشي شغال مش مشاكل. بس المفروض ان انا استخدم دول ده دلوقتي في حاجه. طيب هاجي تحت مثلا بعد دول بروجرام مثلا انا كده المفروض ان انا كريت نظريا خلاص بروجرام اوبن، بس المفروض ان هو هيحصل عليه حاجات. طيب هل بمجرد ان انا عملت كوبي بيست للشيدرز جوه كده الشيدرز البروجرام ده قراها؟ لا خالص. في برضه يعني الاوبن جي ال بيقول لي لازم ان انت خلاص بتعمل شيدر تديله تايب شيدر برضه كرييت شيدر تمام. انا كده خليت اوبن جي ال كرييت تو اوبجكتس لتو شيدرز، one object for fragment one object for vertex ماشي. طيب خلاص هو كاريت الاوبجكت، بس المفروض دلوقتي ايه ان احنا يعني هو في شويه ستبس كده يعني في النص، بس اهم حاجه ان احنا عرفنا احنا لحد دلوقتي لازم بنكريت جيل كريت شيدر كريت اوبجكت شيدر من كل ده. طيب خلينا هل في مشكلة أنا لو عملت أي حاجة ولا أي حاجة حصلت في الطريقة مثلا
كم يعني انا صار عايز ارسم بوينت واحد بوينت واحد تمام وبعد كده استعملت بقى الفانكشن السالب من السالب من الخيارات كلها اللي انا حددتها السالب كم تمام بوينت واحد حطيتها عشان يكون يتعامل معاه بعد كده تمام وبعد كده البروجكت ده بسيط ممكن فانكشن هي ايه كومبايل شيدر هو يعني جي اف كومبايل شيدر كومبايل شيدر ده الكومبايليشن معروف ان هو بيطلع يعني باينري كود صح؟ يعني بيطلع عندك باينري كومبايلر قرر صح؟ فالفكره ان انت بتطلع باينريز من الفيرتكس شيدر تطلع باينريز من الفراجمنت شيدر عشان هتحتاجهم بعد كده احنا قلنا ان احنا عملنا بروجرام اوبجكت وعملنا تو اوبجكتس ولازم نلينك الاثنين مع بعض عشان كل الاوبن جي اف بروجرام يشتغل صح؟ فاحنا دلوقتي هنعمل ان انا لينك الباينريز اللي طالعه بتاعت الفراجمنت بتاعت الفيركس تمام مع البروجرام اوبجكت في الاخر ممكن اديليت اساسا الاوبجكت اللي انا عاملها للفيركس والفراجمنت خلاص واكمل شغلي النظريه المفروض ان الحاجه تشتغل خلينا كده نكمل انا بس هنا هقوله ايه شيدر الكلام ده كله هو موجود اوريدي في الدوكيومنتيشن بتاعت الاوبن جي ال يعني انا مش بعمل مش بديفاين انا الميثودز دي انا اوفر رايد الميثودز تمام يعني انا بشوف انا المفروض اعمل ايه وبسيب البرومبتس اللي هو عندي الدوكيومنتيشن هتلاقيه بيقول لك جي ال شيدر سورس دي بتعمل ايه تمام انت عندك في الاخر نقطه احنا اتفقنا ان كل لاين عندنا نقطه ترمينيتد تمام في عندك وان خط وان ده المفروض ان هو بيقول لك عاد يعني كم سترينج في الاري اللي انت عاملها سواء بتاعت الاف اس سورس او البي اس سورس هو بيعتبر كل ده وان سترينج يعني بيعتبر كل دول خلاص وان سترينج داخل خلاص وكل لاين بيكون نال ترمير عشان يعرف بس يقرا كل لاين لوحده انت يعني النال دي ممكن تتغير بعد كده بس لو كان الوان ده 2 3 4 اي عدد تاني من السترينجز في الاري بتاعت الشيدر طيب انت بتقول له هنا ايه شيدر سورس انت بس بتفصيله بعد ما كريت الشيدر تمام بتفصيل الاوبجكت بتاعك في البي اس او الاف اس خلاص بتفصيله السورس نفسه انت بتقول له السترينج انا دلوقتي كريت فيرتكس شيدر اوبجكت فراجمنت شيدر اوبجكت خده اهوت السورس بقى اللي هو التكست بتاع الشيدر اصلا خده من الاريز اللي هي جايه يعني عندي انا البي اس سورس دي اللي هي كانت تمام البي اس اللي هو كان اصل الاوبجكت ده اصل البرامتر الثالث ده اللي هو السورس بتاع الشيدر تمام هو المفروض ان اللاين ده وقت اللينكينج عارفين ان في الكومباليشن في كومباليشن واللينكينج كومباليشن في كذا ستيج يعني في واحده من الستيجز انت بتلينك شويه فايلز ببعض اللاين ده المفروض ان هو بيلينك الاوتبوت بتاع الفيرتكس والفراجمنت تمام مع البروجرام اوبجكت طيب نكمل شو كان راح يكون خلاص يعني اقول له انت كده الاوبجكت بتاعته بس في حاجه في الاوبن جي ال خلاص اسمها الفيرتكس اراي اوبجكت ودي مش بتخلي يعني اوبن جي ال ما بيعملش اي ديسبلاي للداتا الا لما ديفاين فيرتكس اراي اوبجكت طيب الفيرتكس اراي اوبجكت دي وظيفتها ايه؟ هي حته في البايب لاين بتاع الريندر خلاص الفكره بتاعتها انها تاخد الداتا اللي انت عملتها دي كلها خلاص وتعملها ديسبلاي على سكرين طيب هتلاقيني فوق كنت عامل ديفينيشن كده ل فيرتكس اراي اوبجكت فوق دي اي او ماشي اوريدي برضه في حاجه هنا اسمها جي
GL generate vertex array. خلاص تدي له انت عايز كام array؟ عايز واحدة مثلا. خلاص كويس بس علشان البروجرام يشوف ان انت اوريدي ديفاين في اي او انت بتبدا بال1 في ال1 بيكس اي لا هو لا فاش يعني كانه بليس كود بس انا مش حاط فيه اي حاجه بس الفكرة ان انا مش محتاج يعني مش محتاج انا بالدسبلاي بوينت واحدة هنا في البروجرام كامل تمام معنديش حاجات كتير المفروض ان احنا كده خلصنا تمام بس علشان احنا كل ده شيترز بس طب عايزين بقى نكريت الويندو نفسها خلاص اللي هيترسم فيها الباك جراوند ويترسم فيها الفيرتكس ويطلع الالوان والكلام ده في بس حاجه يعني انا كنت بستخدمها ايام ما كنت بذاكر كان في واحد كاتب اوبن جي ال سوبر فايل ده حلو جدا اي حد عايز يعني يذاكر اوبن جي ال فهو كان عامل هيدر كلاس كده لازم انكلود فيه كل اللايبرز بتاعت الاوبن جي ال تعمل شويه ديفينيشنز للويندو الويدث والهايت والتايتل والحاجات دي بدل ما اقعد اكتبها كل مره انا بقعد اكتبها كل مره كنت بس هيكون في الهيدر ده Thank you.
المفروض ان انا احط الهيدر ده جنب الفايلز بتاعتي او يا اما اديفاين الفايلز بتاعه في الميل فايلز او كده يعني. هو كان مسميه كده فانا استخدمته زي ما هو زي اسمه. الفكره بس ان الهيدر ده هو مديفاين اوريدي شويه فيرتشوال فانكشنز. فيرتشوال فانكشنز بلس بلس يعني اي فانكشن بتعرف تحملها اوفر رايت في الكود بتاعك تغير الفانكشنال بتاعك. فكان في واحد في ميثود اسمها ريندر في ميثود ثاني اسمها شاردر. فكان استخدم ريندر بس دلوقتي عشان اعرف اي اوتبوت. تمام؟
يعني بما ان انا كتير قوي فانا مش ضامن الصراحه ان انا باجي كومبايل بعد اشتغل تمام لغات فيه كتير جدا بس يعني انا بس كده معموله
اليونيت اوف ثينج مش هكتب حاجه رايك مكتوبه هو مخدر مش عارف حد شايفه ولا هو باين ان هو مخدر.
الايه؟ حاجة تبع الحركة ازاي؟ هو نفسه انت بتعمل ويفز مثلا مش عارف ايه يعني عايز تعمل زي ويفز مثلا في يعني هو مثلا في الموبايل جيمز مثلا بيفيكوا المية ان هو يحط تكستشر مثلا ويحركها تمام زي ويفز كذا بيلعب في الـ في الاوفست بتاع التكستشر دي والفي فالدنة بتتحرك جنب بعض مثلا في شيدر مثلا كان بيقطع المود لا اخر واحده هنبص عليها عشان نقول الوقت انا بس هنبص على الكود بسرعه جدا بس انا اكون كنت حاجه اشوفه فعلا كنت بدور عليها او اي حاجه
حاجة، وإن شاء الله السيشن الكود كل حاجة تكون موجودة على البيج بتاعتنا.